بكم من جديد. الأرجنتينيان معصو لاعب النصر وموراليس لاعب الأهلي، لاعبان يشكوان من السمنة أم أننا تعودنا على النحافة المفرطة أو المفرطة للاعبينا السعوديين؟ عدي الصعبة تشوت والسهلة تخليها يا رب. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not. ومن جدة ينضم إلينا الآن المدرب السعودي حسن خليفة، مدرب فني لكنه أيضا تلقى دورات كثيرة في اللياقة وإعداد اللاعبين. كابتن حسن، إحنا أمام لاعبين يشكون من السمنة، موراليس ومانسو، ولا لاعبين السعوديين اللي هم نحاف؟ لا والله، أول شيء أحيي كابتن بتال وأحيي المشاهدين العربية، وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. اكيد احنا شفنا حتى المدربين كانوا بيشكوا من السمنه الموجوده، والملاحظ والباين يعني حتى اي لاعب اي مشاهد العادي بيشوف بيلاحظ السمنه في اللاعبين الارجنتينيين مانسو وموراليس. احنا عندنا ثقافه اللاعب حتى بالنسبه لامري. تفضل كابتن. كيف يمكن يعني انه يشاركون في الملعب لعيبه بهالسمنه؟ بصراحه فسر لي. هو طبعا احتياجات المدرب، بعض الاحيان المدرب يكون محتاج للاعبين يعني هذول، المدرب يكون محتاج لاعب سمين مثلا. لا لا، انت من خلال انت بتعد اللاعب بتجهزه حتى انه يقدر يفقد الامور هذه من خلال المباريات، للجهد العالي اللي يبذله اللاعب في المباراه ممكن يؤدي انه بعد كده يقدر ينزل الوزن حقه. من الناحيه الثانيه اللي هي التغذيه، المحافظه على التغذيه خارج الملعب برضه لازم يكون في مراقبه بالنسبه لتغذيه اللاعب، التخفيف من الدهون بشكل كبير. زي ما قلت لك انا بالنسبه لثقافه اللاعبين امريكا الجنوبيه يعني ثقافتهم بالنسبه للاعب يعني قريبه من ثقافه اللاعب في الوطن العربي صراحه، ما في الاحترافيه الكامله زي اللاعب الاوروبي. يعني بعد نهايه الموسم المفروض اللاعب يبدا يكون يحافظ على وزنه ويحافظ على كمية السعرات الحرارية اللي بيأكلها، فهذه بتأثر بشكل كبير على اللاعب في فترة التوقف، لأنه التغذية اللي بيأخذها فترة المباريات أو فترة الموسم غير التغذية اللي بيأخذها في نهاية الموسم أو فترات الراحة السلبية. جميل. كابتن، هل هذه مشكلة يعني عميقة أو كبيرة بالنسبة للمدربين، ولا بإمكانه يعد برنامج يعني مكثف للاعبين يرجعهم لوزن طبيعي فترة قياسية؟ على الأقل قبل فترة الشتاء، يعني قبل فترة الاحتراف الثانية عشان ما يخسروا عقولهم. أكيد هي تأخذ الفترة تقريبا في حدود 40 إلى 60 يوم تقريبا يقدر اللاعب يفقد شيء كثير من وزنه، بس زي ما قلت لك لازم يكون مراقبة الناحية التغذية وزيادة المجهود البدني من خلال التمارين، لكن ما يكون في حمل كمان زيادة عن اللزوم، ويكون مراقبة أو بإشراف من خلال تعاون الجهاز الطبي والجهاز الفني، بخصوص أنه حتى اللاعب يكون في عنده زيادة 20 دقيقة 15 إلى 20 لنص ساعة بعد التمرين، تكون تمارين الأيروبيك وتمارين اللي هي 3 ضد 3 4 ضد 4، هذه تساعد اللاعب على فقد الوزن. جميل. وتساعده انه ما يتملل اصلا من خلال التمارين اللي هي بس الايروبيك وال. جميل. كابتن حسن، بصراحه يعني برايي فني او خلينا اقول مستند على علم على ما تعلمته في علم اللياقه واعداد اللاعبين تحضيرهم، هل مانسو وموراليس الان جاهزين للعب لدخول الملعب بشكلهم الحالي؟ والله جاهزين انه يدخلوا ملعب، لكن ما هم جاهزين انهم يقدموا الشيء المردود الفني منه او الشيء الجمالي الكبير. المردود الفني ما هم جاهزين ليأدوا المردود الفني الكبير. جميل. كابتن، يعني ما يمكن للاعب انه يسوي هذه التحضيرات في الدكه يعني خلال التمارين؟ لازم يسويها وهو يلعب اساسي؟
لا لا انت مو قلت لك انا هي مرتبطه بالاثنين. انا اقدر اسوي الامور هذه بالناحيه، قلت لك خارج الملعب من خلال التمارين ومن خلال، واحتاج المباريات اللي فيها التركيز العالي وفيها الجهد الكبير الاكبر دي يقدر يفقد اللاعب فيها الاوزان حقته ويقدر يوقف ويستعيد حساسيته للمباريات وحساسيته، فانا اكسب من الجهتين، يعني اكسب اعاده اللاعب لخلال المباريات وحساسيه المباريات، واكسب فقدانه لوزنه بالاضافه الى التمارين اللي هي خارج من خلال التمارين ومن خلال المحافظه وبرنامج التغذيه المعد للاعب من الجهاز الطبي. جميل. يعني اللي سويه مدرب الفريقين كابتن سلوك غير مستغرب، او خلينا نقول تصرف غير مستغرب. لا تصرف غير مستغرب صراحه، لانه انت تحتاج اللاعب هذا في الفترات القادمه، فانت لازم تحتاج اللاعب انك تشوفه انت من خلال المباريات يؤدي مباريات ويضغط عليه اكثر، يفقد اللاعب من الوزن من خلال المباريات وبعد كده من خلال التمارين. جميل جميل. كابتن طبعا راح نتكلم معك في موضوع ثاني يوم غد، هو ايضا عن اللياقه وتعداد اللاعبين، تحدثنا وانت عنا تحت الهواء لكن ما في وقت، راح نحكي في تقرير غدا وتكون انت ايضا تعلق عليه. كابتن حسن خليفه شكرا جزيلا لك. شكرا. أسوأ ما يمكن أن يحدث في كرة القدم أن تتلقى هدفا في الدقيقة 90، ذاك أو عندما يحدث ذلك الشيء يخلق غصة لا شبيه لها. لقطة الختام ألقاكم. لما لقيت الحب وأيامي حلوت فجأة حبيبي راح يا فرحة ما تم، لما لقيت الحب وأيامي حلوت فجأة حبيبي راح يا فرحة ما تم، يوم الهناني بعدين بجاني حسبي على الدنيا سوتها في سواك، يوم الهناني بعدين بجاني حسبي على الدنيا سوتها في سواك يا فرحة ما تم. ما لقيت الحب لقيت الحب بس حبيبي راح الهوى مفتوح وانت اللي سديته كل شي اخذته وياه.